قال: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض. أي ظلم، أي ظلم في الدماء في الأموال في الأعراض محرم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، محرم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من أرض، شبر 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 من أرض يعني كم، ما قال متر، شبر، من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. شو وهي تسأل الحين، يأخذ من أرض جارة ويزحف عليه، ما أخذها شطارة، ما هي شطارة. ستكون ندامة وحسرة. من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجوار، تذكرت الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا له امرأة تصلي وتصوم وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها، قال: هي من أهل النار، هي من أهل النار. لماذا؟ لأنها تؤذي جيرانها. فالمهم أن نحذر من دماء المسلمين ومن أعراضهم ومن أموالهم. لا نأكل أموالهم بغير حق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالإنسان يهتم بهذه القضية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم.